السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن خالد من معرض مادة الدين للسيارات. طبعا يا أخوان الكرام، بناء على رغبة كثير من الأخوان أني أصور لهم اللانترا 2016 الديزاين القديم فل كامل، فحبينا نصورها لهم ما دام السيارة موجودة ومتوفرة، مع أن الشكل انتهى ووقف بس نزلناها لكم لعيونكم. اللي معنا هي ورد المجدوعي في الكامل مقاعد جلد محرك 2000 سي سي. نتكلم عن المواصفات حقت السيارة بشكل عام وسريع، نصور لكم السيارة من برا وهذه المقدمة. طبعا يا اخوان مواصفات السياره، نتكلم عن المحرك والجير. المحرك طبعا 2000 سي سي 4 سلندر، الجير توماتيك من 6 سرعات توبترونيك مع دفع امامي السياره. طبعا بالنسبه للمواصفات الخارجيه فهي انوار ليد، كشافات ضباب، شبك كروم علوي، شبك كروم سفلي مع جنوط ألمنيوم مقاس 17، طبعا جميلة الجنوط هذه، مع إشارات مراية ومقابض أبواب كروم. طبعا حساسات خلفية وأنوار خلفية شبه ليد وفتحة سقف. بالنسبة برضو فيها إطار كروم على البيبان، نصورها لكم، هذا ما ينفك معنا. طبعا سيارة دخول بصمة، وهذا الجهاز حق هذا الريموتات حقتها. طبعا تفتح وتسكر، هذا الحين سكرناها وكذا فتحناها. وندخل الى جوا السيارة ونتكلم عن المواصفات. طبعا الفئة اللي معنا هي فئة فل كامل وارد المجدوعي الجلد. طبعا سعر السيارة يا اخوان 62800 ريال، هذه 2016، فيها مواصفات أكثر من الوعلان والناغي، لكن فيها برضو شاشة الملاحة ناقصها للأسف. شاشة طبعا ما تجي ملاحة، لكن عيب الشاشة يا أخوان إنه ما تجي سي دي، هذا عيب الشاشة. لكن في شاشات تجي كاميرا بحجم هذا المقاس، تجي كاميرا فقط. عموما ناخذ حنا مواصفات السيارة ونتكلم بعدين مش الفروقات. السيارة زجاج كهربائي مع مرايا كهربائية، للأسف ما فيها خاصية الطي. بالنسبة للأنوار فيها النور العالي والواطي تتحكم فيه من هنا، فيها تحكم بالأنوار حقة الطبلون، العدادات الداخلية والمسجل. ونسينا نطفي لكم الفيوشر. طبعا السيارة فيها عداد رحلات زي ما انتم شايفين يا أخوان، هذا هو عداد الرحلات اللي يعطيك مستوى صرفية الوقود، مستوى الوقود إلى آخره. هذا عداد السيارة، طبعا طبلونها 240 كيلومتر في الساعة، لكن أعتقد أنها تمشي 230 لحد أقصى. هذه السيارة يا إخوان طبعا فيها أنوار أوتو، هذه ميزة حلوة أن فيها أنوار أوتو، تطفي النور ويولع الحالة وإذا حطيت على الوضع الأوتو. وبرضو فيها جهاز حساس حق المطر، هذا هو تقدر المساحات تعطيها وضعية الأوتو اللي هي هذه. لحظة شوي، من هنا تقدر مثلا تخليه على وضعية الأوتو وهو لحاله يحرك المساحات. طبعا لازم انت تشغلها بعدين هو على مستوى المطر يحرك المساحات. طبعا المقود حق السيارة جلد، بالإضافة لأن المراتب السيارة جلد، وهذه ميزة حلوة جدا فيها. طبعا هذا وكالة الجلد حق السيارة. السيارة فيها سي دي مع مدخل يو اس بي وأوكس موجودات هنا، هذا السي دي حقها. طبعا مكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب، مع وضع اوتو، مع فتحات تكييف خلفية اللي هي هذه ورا. شغلها لكم معليش. هذا هي فتحة التكييف الخلفية. طبعا فيها تكاية درج اللي هي هذه، كيف تفتح الى هذه، هذه التكاية حق السيارة. فيها بيت للنظارة وأنوار، طبعا في بعض الفئات ما يجي فيها أنوار، وفيها نور برضو من مرايا هنا، وفيها برضو مرايا ونور هنا. السيارة جميلة ورائعة ومنافسة وحلوة، وتقريبا أفضل السيارات في فئتها.
صح ان الشكل هذا انت في بعض الناس بتضايقون، ممكن يشوف الفيديو يتضايق ليش نزلت شيء قديم. لا، السيارة موجودة للآن، في منها كميات في السوق، وتقريبا للآن ما قفل خط الانتاج حق الشكل هذا الى هذه اللحظة، للآن ينزل وموجود تقريبا في نص الوكلاء، يعني عندهم الشكل هذا، والسيارة متوفرة في السوق وحلوة وما عليها كلام، خاصة الشكل القديم. أنا صراحة بالأمانة أنا أحس الشكل هذا أوسع من الشكل الجديد بالنسبة، يعني مثلا الحين أنا راكب ويعني أحس نفسي راكب سيارة كبيرة زي حجم الكامري زي حجم السوناتا الجديدة، أحس نفسي يعني ضقت شوي، ممكن على لمحة البصر أنه والله السوناتا صغرت شوي، فممكن يكون هذا أحد الأسباب. عموما يا اخوان السيارة حلوة وفتحة سقف وجميلة وسعرها مناسب واقتصادية في البنزين. نتكلم عن البنزين حقها، فالسيارة ما شاء الله تقريبا نسبتها ممتازة في صرفية البنزين، تقريبا 2000 سي سي 14 كيلو فاصلة 9 لكل لتر بنزين، يعني تعبي لتر واحد مشيك تقريبا 15 كيلو في اللتر الواحد. طبعا اذا كانت رجلك تخاف شوي على السيارة وناعمة، لكن في بعض الرجال الله يكرمكم ما تحترم السيارة نهائي فتخلي اللتر الواحد ما يمشيها 3 كيلو 5 كيلو. عموما يا اخواني الكرام اتمنى انكم استفدتم من الفيديو وشفتوا المواصفات، لا حد يزعل ولا شيء يقول ليش بشكل قديم، بالعكس ممكن بكره تشتري مستعمل ممكن شيء، عشان ما حد يلعب عليك يقول لك في فل وفي ما في فل وسيارتي فل. عموما ايش ينقص عن الفل كامل؟ بلمحه سريعه جدا الشاشه الكبيره والكاميرا. طبعا السياره للاسف ارباك واحد وفرامل اي بي اس، ما فيها ارباكين، فبرضو يعني بعض المواصفات البسيطه، لكن هذا اعلى ما هو موجود عند الاعلام بالنسبه للدفعه هذه. اتمنى يا اخواني نسينا حاجه مهمه، نسينا نتكلم عن الدركسون، نسينا الدركسون نهائي. الدركسون في تحكم صوتي، التحكم بالنظام الصوتي ومثبت سرعه، هذه حاجه مهمه نسيناها نذكرها. ان شاء الله ما في شيء ثاني نسيناه. سياره خمسه احزمه امان، فرامل اي بي اس، عدد واحد ارباك. أتمنى أنكم استفدتم من الفيديو وأتمنى التقييم، ولا تنسوا دعم القناة. إن شاء الله اليوم برضو بننزل لكم سيارات ثانية، نحاول قدر المستطاع. أخوكم عبد الرحمن الخالدي من معرض عماد الدين للسيارات، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.